ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. معاكم باشمهندسة جوليانا سمير، هدرس لكم مادة الالكتريكال سيركتس. النهاردة هنتكلم عن نظرية السوبر بوزيشن ثيوريم. هنقول طب ما احنا خدناها قبل كده، دي احنا خدناها قبل كده في الدي سي سيركت، النهاردة هناخدها في الاي سي سيركت. يبقى نتكلم عن نظرية السوبر بوزيشن ان اي سي سيركت. اوكي، for example مثلا find the current in branch 4 plus J3 using superposition theorem. دلوقتي احنا عايزين نجيب التيار اللي ماشي في البرانش ده اللي هو فيه الريزيستنس والكويل اللي هي 4 اوم بلس J3 اوم. يبقى عايزين الكرنت اللي ماشي في البرانش ده. هاجي اعمل ايه؟ اتفقنا سوا ان احنا في السوبر بوزيشن بيبقى عندي اتنين فولتج سورس V1 و V2. اوكي، طب انا ابتدي حلي ازاي؟ هقول باي ابلاينج فولتج سورس ال V1 اللي هي 30 زاويه 45 فولتج. يبقى انا دلوقتي خليت دي معايا في الاعتبار ولغيت مين؟ لغيت ال V2، لغيتها يعني حطيت مكانها ايه؟ حطيت مكانها شورت سيركت، زي ما اتفقنا ان انا بشيل اي فولتج سورس واحط مكانها شورت سيركت. اهو انا شلتها وحطيت مكانها شورت سيركت، تمام؟ طيب يبقى نزلت السورس اللي هي ال V1 اللي هو الاي سي سورس، والمقام 4 اوم، والمقام ال 4 اوم الثانيه، والكويل اللي هو جي 3 اوم، والكباسنس اللي هو سالب جي 10 اوم، وحطيت مكان الفي 2 شورت سيركت. هنبتدي ان احنا نجيب الزد توتال، التوتال امبيدنس. التوتال امبيدنس اللي هي ايه؟ اللي هي 4 زائد جي 3، دول كده سيريز، دول كده مع بعض سيريز، مع دول مع دي مين؟ هتبقى بارلل. طب ليه بارلل؟ هي نفس البدايه اهي ونفس النهايه اللي هي تعتبر السلكه دي كلها، دي ودي. يبقى نفس البدايه نفس النهايه، يبقى معنى كده ان البرانش ده كونكشن ان بارلل مع البرانش ده. يبقى 4 بلس جي 3 بارلل مع نيجاتيف جي 10. طب هما الاثنين دول لما اجيب الايه التوتال امبيدنس بينهم اللي هي البارلل هتعتبر ايه مع الاربعة اوم؟ هتعتبر سيريز، وعشان كده انا حطيتها بلس 4. يبقى اتفقنا ان دي كده 4 زائد جي 3، دول الاثنين كده سيريز، البرانش ده مع البرانش ده كده بارلل. ليه بارلل؟ عشان نفس البدايه اهي ونفس النهايه. اوكي، طيب بعد ما جبت الامبيدنس بينهم اللي هي الزد البارلل هتبقى اصبح لي سيريز، الزد البارلل دي اصبحت لي سيريز مع الاربعة اوم اهي، عشان كده انا حطيتها بلس 4. اتفقنا ان احنا في خطوات الكالكوليشن عشان نبتدي ان احنا نحسب الحته دي على الاله باجي اكتبها ايه؟ انا كتبت لكم الخطوات يعني بالتوضيح قوي السكشن اللي فات. هبتدي ان انا اخلي الكالكوليتور بخليها مود وكومبلكس، بختار مود كومبلكس، تمام؟ يبقى انا كده خليتها على الكومبلكس، يبقى هي كده فاهمه الاله ان انا هشتغل بالكومبلكس نمبر اللي هو فيها الجي اللي هو الاي على الكالكوليتور. وبعد كده ايه؟ وبعد كده هكتب الرقم بتاعي اللي هو 4 زائد 3 اي، عشان احنا اتفقنا لو كتبنا الاي قبل الثلاثة هيجي لي ماس ايرور ومش هيفهمها. بس انا لما باجي اكتبها على الورق بكتبها عادي جي 3 3 جي مش فارقه، لكن على الاله لما باجي اكتبها بكتبها 3 اي. واتفقنا الاي دي اللي هو زرار الانج. انا براجع تاني على المعلومات اللي انا قلتها السكشن اللي فات للايه للتذكره. يبقى 4 زائد جي 3 في مين؟ في سالب جي 10 على 4 زائد جي 3 بلس في ماينس بماينس جي 10 اللي هي ضربهم على جمعهم اللي هو ايه القانون بتاع البارلل زائد 4. كل دي هكتبها على الاله هيطلع لي الحل في صوره ايه؟ الريال والايماجينري، يعني في صوره ريكتانجولار فورم. طب ازاي بعد ما اطلعها على الاله في صوره ريكتانجولار فورم احولها لصوره البولار فورم؟ احنا اتفقنا ان احنا نجيب برضو على الاله شيفت واتنين، شيفت ورقم اتنين، الرقم اتنين هتلاقوا فوقيها باللون الاصفر كده كلمه كومبلكس، يبقى شيفت ورقم اتنين واختار رقم تلاته، ادوس على رقم تلاته على الاله هيديني نظام البولر. يبقى هو كده حول لي من نظام الريكتانجولار فورم لنظام البولر فورم. يبقى انا كده جبت الزد توتال بنظام ريكتانجولار فورم اللي هو الريال والايماجري، وجبت الزد توتال بنظام البولر فورم. اوكي، يبقى انا كده جبت الزد توتال لما كنت واخده في الاعتبار معايا الفي 1.
بعد كده هجيب الاي 1. الاي 1 اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي الفي 1 على الزد توتال. الفي 1 اللي انا طلعها من هنا اللي هي 30 زاوية 45 درجة على الزد توتال اللي هي 10.183 زاوية 4.34 تمام. واخترت ان انا احط الزد توتال بنظام البولر عشان هو مديني الفولتج بنظام البولر، فيطلع لي الناتج بنظام البولر وطبعا الكرنت بالامبير. لما اجي اشتغل الشق التاني بقى من المسألة هقول باي ابلاينج الفولتج سورس، الفي 2 هي اللي انا هاخدها معايا في الاعتبار اللي هي في 2 بتساوي 30 زاوية سالب 45 فولتج. هناخد بقى الشق التاني باي ابلاينج فولتج سورس الفي 2 اللي هي 30 زاوية سالب 45 درجة فولتج. يبقى هعمل ايه؟ هاخد الفي 2 وهشيل الفي 1 وحط مكانها شورت سيركت، عشان احنا اتفقنا ان انا بشيل الفولتج سورس وبحط مكانها شورت سيركت. شورت سيركت يعني سلكة. هيبقى معايا مين؟ هيبقى معايا في 2 وهيبقى معايا الكاباستنس وهيبقى معايا البرانش اللي هو في الريزيستنس والكويل ومعايا البرانش اللي هو في الريزيستنس 4 اوم. وهجيب زد توتال. هجيبها زد توتال ازاي؟ زي ما انتم شايفين الاربعة اوم دي برر معها البرانش اللي هو 4 زائد جي 3 اهو، انا كاتبها لكم الاربعة زائد جي 3 برر مع الاربعة اوم. سيريز مع مين؟ سيريز مع الكاباستنس اللي هو سالب جي 10 او سالب جي 10. وبعد كده رحت اتفقنا زي ما انا عملتها لكم هنا، هاخدهم ضربهم على جمعهم على الآلة ناقص الجي 10 هيديني الحل بالريكتانجلر. ارجع احوله للبولر زي ما اتفقنا ازاي نحوله للبولر اللي هي شيفت ورقم 2 اللي هي الكومبلكس تمام. وبعد كده بدوس على رقم 3 اللي هو يديني ار زاويه سيتا، اروح محولاها للبولر. بعد كده اجيب الاي توتال بقى اللي ماشي هنا اللي ماشي في الايه في اللوب دي. الاي توتال اللي هي بتساوي ايه؟ اللي هي بتساوي الفي 2 على الزد توتال، اهي الفي 2 على الزد توتال. الفي 2 اللي هي 30 زاوية سالب 45 على الزد توتال اللي هي 9.6 زاوية سالب 76.47 درجة. اوكي هتديني 2.66 بلس جي 1.63 امبير. ده كده في صورة الريكتانجلر. احولها بقى لصورة البولر زي ما اتفقنا، نحولها للايه للماجنتيود والايه والانجل تمام. يبقى كده ده الاي توتال. اوكي وبعد كده عايز انا اجيب التيار اللي ماشي في البرانش 4 بلس جي 3. طيب 4 بلس جي 3 دلوقتي انا عندي في هنستخدم نظريه الكرنت فايدر. انا عندي الاي توتال، عندي الاي توتال في مين؟ في المقاوم. الاي توتال هو الكرنت فايدر في المقاومه البعيده اللي هي سالب جي 10 على مجموع المقاومات، وراح هتطلع لي الناتج ده وراح محولاها لصوره البولر. وهنا نفس الكلام، لما ابتديت ان انا اخد في 2 واحط في 1 بالشورت سيركت هبتدي ان انا اطلع الكرنت في البرانش، عشان كده انا مسميها لكم هنا داش، هنا مسميها لكم دبل داش. هيبقى برضو الاي توتال في المقاومه البعيده اللي هي 4 على مجموع المقاومات كلهم وايه، وهيطلع لي في صوره ريكتانجلر. وبعد كده هحولها لصوره البولر تمام. طب انا عندي دلوقتي طيارين ماشيين في نفس البرانش، بس لو ناخد بالنا ان في اول مرة كانت الفولتج بالبلس، في المرة التانية كانت الفولتج اللي هي في 2 كان بالماينس. يعني معنى كده ان الطيارين هيكونوا ايه؟ هيكونوا عكس بعض. ولو تلاحظوا انا خدت الناتج ده اللي هو بالريال والإيماجري، والناتج اللي هو الريال والإيماجري طرحتهم من بعض فادوني الاي اللي ماشي في البرانش اللي هو 4 زائد جي 3، ورحت حولتها لصورة البولر. نشوف اكزامبل تاني. find the current in the capacitance shown in the figure using superposition theorem. ومديني ايه؟ مديني 2 voltage source مديني 2 voltage source AC. اوكي في اول مرة انا هاخد V1 هو اللي في الاعتبار، اما V2 هخليه short circuit. طب تعال نشوف بقى. يبقى دلوقتي لما خدت V1 يبقى V1 اللي هي 50 زاوية 0، فهنا دي 20 و5 المقاومة، وبعد كده كباسنس سالب جي 3، وبعد كده المقاومة اللي هي 8 اوم، والمقاومة التانية انا كل اللي انا عملته نزلتها هنا عشان تبقى ايه في صورة البارل، هي كده في صورة البارل بس انا حطيتها قدامها. طيب اهي 8 جي. هجيب الزد واحد، الزد واحد اللي هي عبارة عن ايه؟ التمانية دي والتمانية دي كونكشن ان بارل اهو
قلت ان 8 برن مع 8، وبعد كده سيريز مع سالب جي 3، اهي سالب جي 3 وجبتها في الاول، اديني كتبتها لكم اهي. بعد كده وبعد كده اهي كل ده طلع لي بكام؟ باربعة ناقص جي 3 اهو، 4 ناقص جي 3 تعتبر ايه؟ مع الخمسة اوم برل، وبعد كده سيريز مع العشرين، فرحت جبت الزد توتال. هنا باي ابلاينج في فولتج سورس الفي 2، وخليت الفي 1 بايه؟ بشورت سيركت، خليت الفي 1 بشورت سيركت اهو. يبقى لما حطيتها شورت سيركت نزلت بس العشرين هنا، اوكي يبقى هنا 20 اوم وهنا 5 اوم وهنا سالب جي 3 وهنا 8 اوم وهنا 8 والفولتج اللي هي الفي 2. يبقى هنا يلا نجيب زد واحد سوا، العشرين اوم برل مع الخمسة شايفينها، بعد كده سالب جي 3 سيريز معاهم مع المقاومتين دول الايه المتوصلين برل، الجي سالب جي 3 متوصلة سيريز معاهم اهي، ورحت جبت الزد واحد ورحت رسمتها لكم ان المقاومتين دول برل مع المقاومة دي سيريز، هتطلع لي 4 ناقص جي 3 اهي. وبعد كده التمانية اوم نزلتها تاني، والتمانية اوم والسورس. طيب دي كده تبقى ايه؟ الاربعة ناقص جي 3 كونكشن ان بارلل مع التمانية، اديني عملتها لكم، تمانية بارلل مع اربعة ناقص جي 3، والسيريز مع مين؟ مع التمانية اوم اللي هي دي، وبعد كده ضربهم على جمعهم زائد التمانية، هيطلع لي الناتج ريال وإيماجينري في صورة ريكتانجلر، وبعد كده حولتها لصورة البولر فورم. طيب وبعدين هجيب الاي توتال، الاي توتال هقول الفي 1 على الزد توتال، الفي 1 اللي هي 50 زاويه 0، والزد توتال رحت ايه طلعتها اللي هي 22.5 - j 0.83، اوكي. بعد كده رحت ايه حطيتها على الاله وطلعتها في صوره الريكتانجلر اللي هي الريال والايماجينري، بعد كده حولتها لصوره البولر فورم. اوكي هنا الاي توتال اللي هي الفي 2 على الزد توتال، نفس الكلام الفي 2 اللي هي 30 زاويه 90 على الزد توتال جبتها، ورحت جبتها ايه لو جات لي بصوره الايماج اللي هو الريال والايماجينري حولتها لصوره البولر، تمام. بعد كده هنا هجيب ايه؟ هجيب الاي داش للنيجاتيف جي 3، نفس الكلام هيبقى ده كارنت ديفايدر، كارنت ديفايدر يبقى الاي سورس اللي هو الاي توتال اللي انا مطلعاه من هنا في المقاومه البعيده اللي هي الخمسة على الخمسة زائد 4 ماينس جي 3، ورحت ايه طلعت الناتج. طيب عوضت عن الاي توتال بقيمتها، اوكي لما نعوض عنها بقيمتها ونضربها في الكسر ده هيطلع لي الناتج اللي انا كاتباه. هنا الاي ماينس جي 3 دبل داش اللي هو عباره عن الاي توتال في 8 على 8 زائد 4 ناقص جي 3، وحطيت الاي توتال بقيمتها ورحت ضربتها في الكسر ده وطلعت الناتج بالايه بالريال والايماجينري، وبعد كده حولتها للبولر فورم. فانا عايزه اجيب الاي سالب جي 3، انا عملت ايه؟ انا فرضت اتجاهات الطياره عكس بعض، وعشان كده خدت القيمه دي اللي هي الريال والايماجينري ناقص القيمه دي اللي هي الريال والايماجينري، كتبتها لكم عشان تبقى متوضحه. وبعد كده رحت عملتها على الاله وطلع لي الناتج وحولتها للبولر فورم، وطلع لي ايه صوره البولر فورم. اوكي هنتكلم النهارده عن جزئيه جديده اللي هي سورس ترانسفورميشن. ايه هو السورس ترانسفورميشن؟ لما يبقى عندي فولتج سورس سيريز مع امبيدنس اقدر احولهم هما الاثنين، اخدهم مع بعضيهم واحولهم لايه؟ واحولهم لكرنت سورس كونكشن ان بارلل مع الزد اس. طيب هنا لو انا عايزه اجيب الفي اس هتساوي ايه؟ الفي اس هتساوي الكرنت اللي ماشي في الامبيدنس دي، يعني الاي اس في الزد اس، تمام، اللي هو الكرنت في المقاومه. هنا لو انا عايزه اجيب الكرنت هتساوي ايه؟ الفي اس الفولتج اللي واقع على البرانش ده، الفي اس على الزد اس، مش الفولتج اللي هنا، هو نفس الفولتج اللي هنا عشان توصيل بارلل، يبقى الفي اس على الزد اس. تعالوا نشوف اكزامبل، كالكوليت الفي اكس، عايز يحسب الفي اكس ان ذا سيركت اوف فيجر يوزنج ميثود اوف سورس ترانسفورميشن. يعني انا عايز احسب الفي اكس دي، الفي اكس دي عشان احسبها لازم يبقى كل المقاومات ان سيريز مع بعض عشان اقدر ان انا احقق نظريه الايه الفولتج ديفايدر. طب تعالوا نشوف احنا ازاي هنستخدم هنا السورس ترانسفورميشن. احنا اتفقنا ان اي فولتج سورس كونكشن ان سيريز مع مقاومه هخليها في صوره، خليها في صوره ايه؟ الكرنت كونكشن ان بارلل مع المقاومه،
تمام. طيب انا دلوقتي عايزه اجيب الكرنت سورس ده، هجيبه ازاي؟ هقول الفولتج سورس دي، الفولتج سورس على قيمه المقاومه هتديني التيار اللي ماشي في البرانش ده، هتديني التيار اللي ماشي في البرانش ده، تمام كده. يبقى هنا الاي اس هتساوي الفولتج اللي هي 20 زاويه سالب 90 على قيمه المقاومه اللي هي الخمسة، طلعت الكرنت سورس اللي هو سالب جي 4 امبير. يبقى ده كده الكرنت سورس، واتفقنا ان انا احط معاه مقاومه ايه، كونكشن ان بارالل. يبقى هاخد المقاومه اللي هي الخمسة اوم دي هحطها معاه كونكشن ان بارالل، تمام كده. واكمل بقيه الدايره المرسومه قدامي اللي هو 3 زائد جي 4 وبعد كده 4 اوم وبعد كده الكباسنس اللي هو سالب جي 13 وبعد كده المقاومه اللي هي 10 اوم. اوكي طيب هعمل ايه؟ هجيب الزد 1، زد 1 زي ما انتم شايفين ال 5 اوم دي كونكشن ان بارلل مع مين؟ مع البرانش اللي هو 3 اوم زائد جي 4، ضربهم على جمعهم هيديني الناتج اللي انا كاتباه لكم اللي هو 2.5 زائد جي 1.25. اوكي طيب بعد كده انا عندي زد كونكشن ان بارلل مع الكرنت سورس، اقدر احولهم لايه؟ اهي زد كونكشن ان بارلل مع الكرنت سورس، اقدر احولها لايه؟ لفولتج سورس وكونكشن ان سيريز مع الامبيدنس. طيب عايز اجيب الفي اس، هقول ايه بقى؟ هقول الاي اس، الاي اس اللي انا مطلعاها من هنا، تمام، في مين؟ في الزد 1، في الزد 1 اللي هي تعتبر دول ان ايه كونكشن ان بارلل، اللي هم دول كده الاثنين برانش دول على بعض. اوكي طيب هنا هيبقى الاي اس في الزد 1، الاي اس اللي هو سالب جي 4 في الزد 1 اللي هي ايه اللي انا مطلعاها، هروح ضرباهم هيطلع لي الفي اس. يبقى اصبح لي دلوقتي الفولتج سورس. طيب نستنى بقى الفولتج سورس معاها مين؟ معاها امبيدنس ان سيريز، معاها الامبيدنس ان سيريز، الامبيدنس اللي هي دي اللي هي كانت بارلل مع الكرنت سورس. احنا اتفقنا دلوقتي الامبيدنس اللي كانت بارلل مع الكرنت سورس اتحولت لفولتج سورس وامبيدنس السيريز معاها. اوكي يبقى هنا الامبيدنس دي كانت كام؟ اللي هي 2.5 زائد جي 1.25. اوكي وبعد كده كملت ال 4 اوم وسالب جي 13 وايه وال 10 اوم. يبقى كده الفي اكس بتساوي ايه؟ الفي اكس اللي هو على ال 10 اوم، يبقى الفي اللي هو الفي سورس ده اللي عندي في مين؟ في قيمه المقاومه اللي انا عايزه عندها الفولتج اللي هي ال 10 على الزد توتال اللي هي مجموع كل المقاومات اللي عندي. يبقى هنا الفي سورس اللي هي 5 ناقص جي 10 في ال 10 على مجموعهم كلها، وطلعتها بصورة البولر فورم، طلعتها بصورة البولر فورم. يبقى انا دلوقتي نراجع تاني على السورس ترانسفورميشن، ان لما يبقى معايا الفولتج سيريز مع الامبيدنس هتتحول لايه؟ لكرنت كونكشن ان بارلل على التوازي مع الامبيدنس. يعني انا بشيل الامبيدنس من هنا المتوصله على التوالي مع الفولتج سورس، بحطها على التوازي وبشيل الفولتج سورس ببدله بالكرنت سورس، تمام كده. يبقى هنا لما كان عندي سورس معاه مقاومه سيريز شلتهم واستبدلتهم بايه؟ بكرنت سورس ومقاومه، وهي هي نفس قيمه المقاومه، خدتها المره دي بارلل، يبقى بارلل مع الكرنت سورس، اما مع الفولتج سورس بتبقى سيريز. طيب المقاومه التو برانش دول اللي هي المقاومه دي مع الامبيدنس دي، دول لقيتهم ان بارلل خليتهم مقاومه واحده، اصبح لي مقاومه واحده بارلل مع الكرنت سورس. يبقى على طول احول ايه؟ الكرنت سورس هيبقى فولتج سورس، والمقاومه الواحده دي اللي هي الايكوفالنت ليهم خدتها حطيتها سيريز مع الفولتج سورس، ونزلت بقيه الدايره بتاعتي زي ما هي، وجبت الفي اكس بالفولتج ديفايدر، ان انا خدت الفي سورس في ال 10 اللي هي المقاومه اللي انا عايزه اجيب عندها اللي هي الفي اكس دي، الفي اكس دي عند المقاومه اللي هي ال 10، يبقى في ال 10 على مجموع كل المقاومات هتطلع لي في صوره الريكتانجلر بول فورم، واتفقنا ان احنا نحولها لصوره البولر فورم، تمام كده. احنا ايه نظريه السوبر بوزيشن مش جديده علينا، احنا كنا واخدينها في الدي سي، حبينا ان احنا ناخد برضو اكزامبلز على الاي سي، ونظريه السورس ترانسفورميشن فهمناها حلو اهو. وقابلكم ان شاء الله الاسبوع الجاي على خير، شكرا ليكم.